خدمة مش عادية فضلتوا وبالتالي كونتوا جنازية للأسف أن أغلب القطع يطلع من المقابر عشان في 20 رمضان كان ماشي للمستشفى المقابل للسكن فبلغني عرفت هو أخوه الكبير قال لي جيت ماشي المستشفى لقيت قطعة أثرية داخل السياج متاع المستشفى فأبلغ أخوه جاب وياه وجوني قالوا لي هذه القطعة قلت لهم به وصلت فتم تسليمها عرفت للشرطة السياحية ومراقبة الأثار بمدينة شحات. ولله الحمد نحن رأينا الشكر والتقدير والاحترام والدعاء في هذه الأيام المباركة لهذا العمل الخيري وهذا يعتبر واجب وطني وهذا يعتبر ملك للشعب الليبي بالكامل ولازم تخدم الدولة هذا واجب بالتالي الدولة بعدين تعديل لكن لما الدولة تلقى المواطنين نمبر واحد ننصح جميع المواطنين والشباب اللي يلقى حاجة مثل هذه الآثار فهي راها ملك للشعب ورزق الشعب ويوما من الأيام حينقطع عرفت النفط أو مصدر الشعب الليبي اللي هو الرئيسي وحتكون السياحة هي العنصر الأساسي والدخل الأساسي لهذه البلد. اليوم نحن في مبنى معرض قطع المستردة والمسترجعة الذي دشنته مصلحة الآثار في عام 2018. هذا المعرض جاء نتيجة لحملة توعية كبيرة قامت بها المصلحة في عام 2015. لعلي هنا أشير إلى أول قطعة أثرية استرجعت في عام 2015 وكانت هي باكورة عودة القطع الأثرية إلى مصلحة الآثار. نتيجة لحملات التوعية الآن في عام 2019 وصلت مصلحة الآثار إلى ما يربع عن 1700 قطعة مسترجعة. في عام 2019 أطلقنا الحملة الثانية التي أتت ثمارها بشكل سريع في تسليم عدد من المواطنين من مدينة القبة ومدينة قيقة ومدينة شحات لقطع أثرية وصلت إلى مصلحة الآثار. اليوم نحن نحتفي بهؤلاء الشباب اللي سلموا هذه القطع الأثرية، هؤلاء الشباب هم قدوة لباقي الليبيين اللي نحن نستهدفوهم ببرامج التوعية بحيث أن أي مواطن يستدل على قطعة أثرية أو يعثر عليها يسلمها لجهة الاختصاص في مصلحة الآثار ولا الشرطة السياحية لتكون في مكانها الطبيعي في متاحفنا ومخازننا استعداداً لإنشاء موضوع الاقتصاد البديل في ليبيا.